معنا من واشنطن مراسلنا مجدي يازجي. إذا مجدي، يعني منذ ساعات قليلة عندما أعلن عن هذا الخبر كان البيان مقتضب جدا من البنتاغون، هل من تفاصيل جديدة حول مقتل العقال؟ بالفعل كارولينا، بدأت ترجح مزيد من التفاصيل ومزيد من المعلومات عن هذه الشخصية. كان يبدو شخصية مجهولة قبل الإعلان عن اسمه اليوم وحتى عن منصبه بأنه زعيم تنظيم داعش في سوريا ماهر العقال، بحسب التفاصيل الأخيرة التي رشحت قبل قليل بأنه مسؤول كان عن تطوير قدرات وشبكة داعش ليس فقط داخل سوريا أو حتى العراق كارولينا، وإنما خارج هاتين الدولتين. الحديث عن قدرات يعني في المنطقة أو حتى قدرات دولية، كان هو ينظم وهو يخطط وهو يساعد على ما يبدو في تحضير لأي هجمات مقبلة للتنظيم الإرهابي. وبالتالي هذه آخر المعلومات التي رشحت بأنه مسؤول عن خطط تطوير وخطط أيضا أي عمليات تقوم بها هذا التنظيم خارج كل من سوريا والعراق. هذه معلومة لافتة. أيضا معلومة أخرى كارولينا رشحت قبل قليل بأن مساعده الذي تم استهدافه والمعلومات الأولية التي كانت تشير إلى أنه تعرض إلى جروح بالغة، بعض التقارير هنا دون تأكيدات رسمية أشارت إلى مقتله متأثرا بهذه الجروح التي تعرض لها بعد استهدافه هو وماهر العقال، وبالتالي ننتظر تأكيدات رسمية تشير إلى مقتل أيضا مساعده أثناء تواجدهما على دراجة نارية كارولينا. شكرا جزيلا لك من واشنطن مراسلنا مجدي يازجي.